رحمه الله. قالت نعم لي صلينا عليه. قلت انت مكتوب جنازه؟ قال يا شيخ على بالك بلي انا نسلو. قلت شحال في الوقت هذا؟ قال لي يقل 150 160. كاين الناس تروح لربي تبارك وتعالى بلغه العامه تفضي الى ربها وعندها ديون، عندها ديون كثيره جدا ومسك معنا بالوش بالامر هذا عظيم وسيسال بين ذي الله. الناس سبحان الله القصاص يوم القيامه قيقنا الدماء والاموال والاعراض، هاي بكرة الاموال ايش حاجه سهله. هذا سبحان الله يقول لك ما اسمح لهش، علاش بالك انت كنت تصر معاه كما صاحبنا اللي قال كي بديت نتكلم معاه انا لقيت بلي عنده الحق في جانب. قال لك انا كنت نقول له يا شيخ اعطيني راه عندك يا شيخ ما ديرش الامر هذا. قال لي ما كان يسمع. قال لي كيفاش تحب نسمح له الان؟ هو دي نفوس شحيحه، نفوس لا يحزن الناس ماهيش كلها علماء ودعاة كلها طلبة علم، كاين اللي باك هذاك مصدر رزقه. علاش اليوم لازم تقيدوا يا خاوتنا؟ وهذا راح نشوف في باب الوصايا وحتى الوقف. قيد اليوم كاين موت وحياه، كاين زوجته اقرب الناس ما عبروش راه يدير كاع سالولو يسال كاين ما كاش. احنا شحال من خطره في جنازه ولا يجوك المسجد، وانا حدثكم حادثه والله العظيم وقعت هنا في الحي هنا يعني ماهيش بعيد هنا في هذه الفيلات هذه. نهار كي كملنا الجنازه اتذكر جيدا كان جنازه ضخمه لشاب رحمه الله تعالى. وبعد سبحان الله لحقنا بالعصر كان كذا وقت عشتاء اظن واحد 7 سنين 8 سنين الحادثه. سبحان الله نذكرها ذكرت واش قال لي يعني علاش اذا مات رب الارض. هو كان يبيع سيارات مسكين وكان يجيب سيارات من الخارج، كانت وقت هذاك حاكمه كما يقولوا في السيارات وكانت خدمه فيهم بالنيه الحق مش كما راهي درك. لا بركه في السيارات ولا بركه في ما يسمى. قلت هذا اخ كان يتاجر في السيارات كان كما يقولوا يسالوا يسالوا تعرف هذو اللي يبيعوا السيارات، وكان وقت هذاك كان يعني كما يقولوا يضاربون المال وكان مال. فافضى الى ربه توفاه الله سبحانه وتعالى يعني مرض فدخل المستشفى ايام توفاه الله. المهم كان جنازه ضخمه سبحان الله يعني الاخ اعرفه تربى معنا تحت في لابروفال يعني ونعرفه بصح ما نعرفش التجاره تاعو. نحن نعرف الناس ما يصنعون باك اللي قريب لك تعرفوا واش يدير ماشي كاع الناس. المهم انا في الجنازه انا دائما عندي طبيعه كيما ننساش نقول يا خاوتنا ولا كاين ديون ولا شي حاجه الانسان يتصل باهله ويخبرهم نعرف خاش معامله الناس مش راه صار يعني. وحنا صارت عندنا هنا في الحي تفنى انسان وجاني انسان مقصوره قال لي ما اسمحلوش وفي زوج كانوا يجوا الجامع الله يرحمني مات وربي يثبت لي بقى ويثبتنا كذلك. فانا تبعته حتى الدروج اتق الله في نفسك. كان عنده حوالي 24 ساعه تعمود. قلت له انا اعرف انسان تاع مسجد وانسان تاع كذا معليش نتعاونوا. فقال لي يا شيخ واش تعاون؟ قال لي انا نسالو وانا كذا. قلت له معليش قلنا شحال نشوفوا يعني ما اهله ما يقدروا نشوفوا مع خاوتنا شويه شويه نعطوك دينك يعني وحاول انت كذا تكون مسامع تكون كذا والو. والى يومنا هذا ما عرفش القضيه كيفاش فرات مستعرف ديما مشاكل المسلمين بعض الاحيان تعبك يعني. المهم كي كملنا صلاه العصر دخلوا لي 4 شباب. قلت لحقنا بالعصر هكذا جا صلينا جاي من القاردي مشينا على الاقدام. قال لي يا شيخ قال لي فلان قريب خطات وذكرت اسمه لا حول ولا قوه بالله رحمه الله. قال لي قلت نعم اللي صلينا عليه. قلت انت مكتوب جنازه؟ قال لي يا شيخ على بالك بلي انا نسلو. قلت له شحال في الوقت هذا؟ قال لي يقل 150 160 يقول لك الحادي وزيد نطق الاخر. قال لي كيف كيف وزيد الاخر سبحان الله. انا واش درت؟ قلت لهم ما واش مشكل ان شاء الله في حنق كبير جدا يعني شغل شباب صغار تعرف شويه تهور. واحد قال لي يا شيخ انا ما سمحت. قال لي وكان 10 ملايين 20 مليون. قال لي وكنت نقول له هكذا بالعبر من حقه من حقه صاحب الدين باش نتفاهموا منيح باش نكونوا صراحة ان يقول لك لا يعني انا اطالب بديني. النبي لم يصلي على من كان له ديناران يعني ديناران ذهبيه يعني قال حتى الان ابردت جلده من النار فصلى عليه النبي. بعض الناس يقول كيفاش هذا يطالب حقه؟ لا هذا حقه باش نكونوا صراحة. لكن المهم انا وجدت مباشره بعد الصلاه رحت لدارهم نعرف خاوته اللهم اشهد كانوا 3 خاوت وباباه جا من البلاد وكذا. قلت لهم راهو فلان رحمه الله خونا الله يرحمه راهو يسالوا المال. واحد خوه قال لي على بالي
قال لي انا على بالي قال لي بصح علاش راهم يقلقوا ما عندناش من يتفنى. قلت له ماشي مسات قلق، قلت له ان شاء الله خذوا الامر بجديه. قلت له تكلمت معاهم واخذت تعليمات، قال لك ماشي نهضروا الشيخ انت قوي فيك شو اللي انا واصل وما عندي لا من فعل ولا لله تبارك وتعالى. اعطيت لهم مده، بعد المده جوني تشوف الناس كيفاش تلاعب يعني كادي يحب يجعلك انت جسد مش يقضي شغالاته، ويحطك تا جسم مش تشفع له، ويحطك تا جسم شو اللي كيما نقولوا احنا الله غير جبت شيخ امين انا والله غير الله غير من قادر وما قدرش نقول لك لا يا اخي. ولا جيت قادر شيخ امين ماذا ما اعطيت مده معينه ما تبخصنيش مع الناس. عاودوا جاوني بعد مده مش عارف شهر ولا شهرين مش عطينا مده، قال لك الشيخ رحنا اليوم قال لهم عندنا واش نديروا وتكلموا معنا بطريقه كاع مش من ادبه ولا باس، واحد فيهم تاجر ثاني يبيع كذا. رحت انا صراحه غضبت لله، قلت لهم اروحوا معايا. رحنا للدار قلت لهم دوكا الدين عندكم ولا ما عندكمش فهمونا المال بيعوا له كاع واش محجوز عنده بيعوه وقضوا الدين، سياره ما واش عنده املاك بيعوه. والله غادي حد ساعتي بعد انا جبت روحي من القضيه باش تخلي روحك نظيف. فاخذت هذا الدرس، انا قلت لهم ان تخلصوا وما تخلصوش انا بلغت، لكن انتم نجاه لاخي. شوفك انت مثلا واحد في الدينه خلوا احياء الاموات الاسبوع الماضي في باب الدين، عبد الحليم اعطاني 100 مليون مثال سلف هذه، قلت له انا والله غير احتاجها. قال لي يا شيخ امين ماهوش مشكل. قال لي متى ترجعها؟ قلت له ان شاء الله شهرين تلجوها. اعطاني القرض يسمى الحسن يريد به الثواب صح ولا لا؟ بخلاف ما ذكرنا في الربا. ومن بعد يشوفني انا سبحان الله طالت المده، يجي عبد الحليم يقول لي يا شيخ امين الله غير نحتاجها. وعبد الحليم جمعت له المعلومات بلي انا نقدر نمد المال. مثلا باك عندي سياره فاخره وعندي مسكن فاخر ومثلا اتمتع واكل مليح واشرب مليح وولدي. نقول له انا ما عنديش. بكري وش قال لك يا يدي مشبح من برا. مش حالك من الداخل. لا تخدع الناس بمال الناس، مش يقيسك. خذ القناعه تكن ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن فإذاك لابد أن تملك ذي القناعة. سلم الناس قام محتاجة بقدر الضرورة، قال احتاجوا دواء احتاجوا مرض عندي علاج عندي كذا، وربي يسخر لك ناس ويسخر لك حتى ربما الآخر يمدك يقول لك شيخ شحطتك 10 ملايين والله غير ما عندكش هما اسمح على بالي دي راك جاري وراك خويا ورانا نتلاقاو في المسجد ونعرف همومك في سبيل الله. بس كيشوفك انت 10 منا 20 منا 30 منا 40 منا 50 منا وتضرب سيارة الفاخرة وتتمتع وتزهو كيف يسمح لك؟ فهمتوا الرسالة اللي حنا نقصدها؟ فإذا كان الإنسان لابد أن يتقي ربه تبارك وتعالى في باب الديون. ثم الديون ليس بينك وبين العبد، حتى بينك وبين الجماعة. وراح نتكلم الأسبوع الماضي الأسبوع القادم في إحياء الموات الناس شركاء في 3 وذكرنا الماء والكلاء والنار 3 الماء والكلاء والنار. كان يقول لك انا سلفت الدوله اللي سلفت لي ما نرجعش، ما اعتقد بلي هادو سراقين وجوج ما رجع. من قال لك هذا؟ هذه فتوى منين جبتها هذا؟ هذه فتوى ابليسيه، لان الناس كلهم شركاء في هذا المال. وش مال تاع فلان يعطاه لك المسؤول؟ الناس كلهم شركاء. فهذا الاخ كذلك يريد ان يملك مثل ما ملكت انت، ما عنده سكن مثل ما عندك أنت سكن. نعم بارك الله بارك الله. سرق الجميع كما قيل، لو سرقت فلانا لعفى عنك، قالوا الله غير أنا أسمح لك. بس أنت سرقت الجميع والناس شركاء في ذلك. وبعض الناس تفتي بفتوى إبليسية شيطانية يتبع هواه، يقول لك نعم ما هوش يخدم هذاك ما يخدمش أنا تم أخدمش كما هو، لا هذاك سرق أنا تن ناخذ حقي. لا يا أخي